سئل بعض علمائنا عن سبب مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام للخلفاء والعيش تحت خلافتهم كواحد من رعاياهم رغم القول بكفرهم عند الشيعة، فأجاب: لم يثبت بشكل مقطوع به أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع الذين سبقوه بالخلافة، وعلى فرض ثبوته فهي بيعة إكراه واضطرار، وبيعة الإكراه لا تعد بيعة شرعاً. وقد ثبت بأن الخليفة الشرعي المنصب من الله ورسوله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأن القوم خالفوا الله ورسوله في هذه المسألة، وهو ما صرح به أعلام أهل السنة الكبار كالإمام الغزالي في كتابه سر العالمين. ثم إن أمير المؤمنين عليًا عليه السلام وشيعته لم يقولوا بكفر من سبقه بالخلافة، بل كان عليه السلام يعاملهم معاملة المسلمين، والقول بكفرهم في بعض كتب الشيعة محمول على الكفر الأصغر دون الأكبر المسمى بكفر النعمة، وهو يجتمع مع الإسلام.